في نقطة شرح موت أخنوخ وإيليا. الاعتراض: طالما أن أخنوخ حفظ الوصية وأرضى الله فلم يمت، فمن الممكن كل من يحفظ الوصية لا يموت. إذن فما قيمة مجيء المسيح في الجسد وصلبه وقيامته؟ وبس ملحوظة على السؤال، بيقول لك في نقطة شرح موت أخنوخ. السؤال كان عايز نفي، يعني عدم موت أخنوخ وإيليا. ده واحد. اتنين، إنه الإجابة اللي أنا قلتها هذا ليس رأيي، هذا نص العهد الجديد. إذ شهد له أنه أرضى الله نقل لكي لا يرى الموت. فإحنا إذا مش بنناقش رأي، لكن أنت عايز تفهم نص العهد الجديد معناه إيه. ده واحد. اتنين، إنه ما قيمة مجيء المسيح؟ ما هي المشكلة اللي كل مرة بتواجه معها هي التعليم المتراكم من العصور الوسطى اللي مالوش علاقة خالص بتعليم الكنيسة الأولى ولا آباء الكنيسة، واللي استقر في أذهان الكثيرين من جراء إنه مصر دخلت في منحنى من الضعف الثقافي والإيماني وكل شيء في عصر المماليك، وجاءت الحملة الفرنسية بالمطبعة والإرساليات جاءت أيضا، ومن ثم فالفكر الذي طبع وصدر للناس في القرنين الأخيرين كان هو منقولات من الغرب ومن عصور وسطى لا تمت لتعليم الآباء بالصلاة. وهي دي المشكلة اللي احنا بصددها كل يوم. لسه السؤال: ما قيمة مجيء المسيح؟ من فضلك صاحب السؤال ومن فضلكم جميع الذين يتابعون، عشان تعرفوا تعليم آباء الكنيسة ارجعوا إلى قراءة كتاب القديس أثناسيوس اللي هو تجسد الكلمة، خصوصا أنه في السنوات الأخيرة 30 سنة الأخيرة مثلا اتعمل ترجمة ممتازة ومن اليوناني وبعد دراسات كثيرة على الكتاب، بخلاف الترجمة اللي كانت موجودة في أيام شبابنا اللي هي كانت يعني ضعيفة إلى حد ما، اللي عاملها طبعا الدكتور جوزيف موريس فلتس. والدكتور جوزيف هو دكتور في اللاهوت ودرس في اليونان ودرس اللغة اليونانية وعمل ترجمة في منتهى الروعة. فبيقول إيه القديس أثناسيوس؟ هو المسيح له المجد جه ومات على الصليب ليه؟ علشان يواجه الموت ويبطله. انسى بقى كل الكلام بتاع العصور الوسطى والذبيحة غير المحدودة والكلام ده. فلم يكن أحد كده الكلام بالنص يستطيع أن يواجه الموت غير الكلمة، كلمة اللي هو الكلمة متجسد. ومن ثم فإن الكلمة اتخذ جسدا كأداء يواجه بها الموت ويغلبه. ويغلبه يعني صنع القيامة. السؤال الثاني اللي تجاوب عليه قديس أثناسيوس حرفيا كده في كتاب تجسد الكلمة: لماذا لم تكن التوبة قادرة على أن يعني تغفر خطيئته؟ قال لأن التوبة غير قادرة على تجديد الطبيعة. يبقى الموضوع مش حقك عليا يا رب أنا غلطان، طب خلاص أنا مسامحك. لا، ده الطبيعة فسدت وعايزة تتجدد. ولم يكن أحد يستطيع أن يعيد الصورة إلى حالتها الأولى إلا الرسام الذي رسمها. دي كلها كلمات وتشبيهات أثناسيوس. ومن ثم فلم يكن أحد يستطيع أن يجدد الطبيعة إلا الكلمة الذي عليه اتعملت الصورة بتاعة الإنسان. نخلق الإنسان على صورتنا كشبهنا، صورتنا دي بقى بتنسحب على الكلمة نفسه المتجسد. فإذا لماذا تجسد وصلب؟ تجسد لكي يعيد الصورة، صورته فينا، يستردنا من الفساد إلى صورته مرة أخرى، ف
فنكون على صورة الله، ولكي يجدد الطبيعة الإنسانية التي فسدت، ولكي يبطل الموت ويصنع القيامة. ده كلام قديس أثناسيوس بالاختصار الشديد جدا. نيجي بقى لإيليا وأخنوخ. هل إيليا وأخنوخ نالوا الطبيعة الجديدة؟ الإجابة لا. هل إيليا وأخنوخ نالوا القيامة من الأموات والغلبة على الموت؟ الإجابة لا. في فرق بين الغلبة على الموت وقوة القيامة، وبين نقل لكي لا يرى الموت. أمال إمتى إيليا وأخنوخ نالوا الطبيعة الجديدة واشتركوا في الغلبة على الموت وقوة القيامة؟ لما القيامة استعلنت، لأنهم نظروا المواعيد كل قديس العهد القديم من بعيد وحيوها وأقروا أنهم بعد نزلاء وغرباء، لأنه ما كانش ممكن يكملوا بدوننا. فإذا بقى الكلام تاني، أنه هل أي حد يحفظ الوصية كان ممكن يتنقل مثل أخنوخ وإيليا؟ الإجابة نعم. وإحنا ما نعرفش في مين تاني غير أخنوخ وإيليا اتنقل، بس اتنقل هنا ده حق كلمة الله. اجتاز الموت إلى جميع الناس. ليه؟ إذ أخطأ الجميع. فإذا ما أخطأش الجميع ما يجتاز الموت. مش الموت عافية كده عشان آدم أخطأ يوم كله يموت. برضو ده مش تعليم أباء الكنيسة، ده تعليم العصور الوسطى، ملناش دعوة بيه. بس في فرق بقى بين تموت ونقل لكي لا يرى الموت، وبين تجديد الطبيعة والغلبة على الموت بقوة القيامة. فإذا هم حفظوا من الموت، حقهم عدل كلمة الله وصدق مواعيده، حفظوا من الموت، ولكن اشتركوا معنا بقى في الطبيعة الجديدة وفي قوة القيامة والقوة الغلبة اللي عملها المسيح على الصليب. لما المسيح له المجد كمل الغلبة ونزل إلى الجحيم وبشر للأرواح التي في السجن ورفعهم، والناس بقى اللي زي أخنوخ وإيليا اللي لم تنزل إلى الهاوية ولكن حفظت ما عرفش فين بقى، في مكان ما، لكي لا يروا الموت، هم كمان دخلوا مع المسيح ومع الذين ارتفعوا. وامتيازهم هنا الأساسي هو أنهم لم يروا الموت فقط، ولكنهم انتظروا لدخول سماء السماوات لما المسيح دخل أولا بجسده. ما كانوا فين حتى؟ أنا ما عارفش كانوا فين. ما بيقول لك راح للسماء، برضو أي سماء، لكن ليس هو اللي قال عنه المسيح من يغلب يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا وجلست مع أبي في عرشه. ليس هذا النوع وهذه المرتبة وهذه السماء اللي صارت بعدما دخل المسيح أولا سابقا. فهم إذا دخلوا مع الذين أقيموا من الموت بعد قيامة المسيح.